السلام عليك يا فاطمة. عليك السلام. إني أجد في بدني ضعفا. أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. يا فاطمة، ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. السلام عليك يا أمه. وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. يا أمه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. نعم، إن جدك تحت الكساء. السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. السلام عليك يا أمه. وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. يا أمه، إني أشم عندك رائحة طيبة، إنها رائحة جدي رسول الله. نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. السلام عليك يا بنت رسول الله. وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. السلام عليك يا رسول الله. وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قد أذنت لك. السلام عليك يا أبتا يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا
ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. يا رب، ومن تحت الكساء؟ هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. يا رب، أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ نعم، قد أذنت لك. السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعظمتي وجلالي: إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ وعليك السلام يا أمين وحي الله. إنه نعم، قد أذنت لك. إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أخبرني، ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهمون إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. إذن والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة.